مرحبا. مع اقتراب حلول الأعياد عممت المديرية العامة للدفاع المدني مجموعة من الإرشادات تفادياً لوقوع الحوادث المرتبطة بالزينة والشموع ووسائل التدفئة وإمدادات الكهرباء، وأهم وضع قاطع للكهرباء في حال حدوث أي احتكاك، إطفاء أضواء العيد قبل مغادرة المنزل أو الذهاب إلى النوم، عدم ترك الشموع مضاءة دون مراقبة، وأبعاد أي مواد قابلة للاحتراق من أمام وسائل التدفئة ذات الحرارة المكشوفة. خبرنا الثاني عن جراح بريطاني بلندن تمكن من إجراء عملية جراحية تجريبية على حبة موز بأمريكا مستخدماً شبكة 5G السريعة، وهذا النوع من العمليات قد يمكن المريض مستقبلاً من إجراء عمل جراحي عن بعد من دون الحاجة للسفر إلى مكان تواجد الطبيب. تلسكوب أريسيبو العملاق الأكثر شهرة بأفلام هوليوود انهار بعد انفصال واحدة من دعاماته الثلاثة، ما تسبب بسقوط المنصة اللي بيبلغ وزنها 900 طن. المهندسون كانوا قد حذروا من هالسقوط بتشرين الثاني، ولحسن الحظ لم يسفر عنه إصابات ولم تتضرر غرفة التحكم. نزل البرد بشكل كثيف ببعض المناطق اللبنانية وخاصة الساحلية منها، مشهد غير مألوف على الأوتوسترادات اللبنانية، الأمر يلي تسبب بزحمة سير نتيجة بعض السيارات غير المجهزة. منتابع المشاهد سوا. برد بسميكة التلج ببيروت، ناس عم بتشيل من قدام محلاتها بالرفش بالدورة، حد مسعود عم بيشيلوا بالرفش، وهلا صرنا بنهر الدورة، بحيرة الدورة، السيارات المواطنين علقانين بسياراتهم، حتى جيب هامر كان واقف له 10 دقايق كمان ما عاد قادر يمشي. حيلة مفيدة انتشرت على تطبيق تيك توك لكل الأشخاص اللي عم بيواجهوا مشكلة بالكمامة مع اللونات. الشيء مزعج قلب لأني أنا ألبس نظارة وبجربها الحين بقول لكم. وهيك بكونوا خلصوا أخبارنا، نلتقي بكرة، تصبحوا على خير.